السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد. طبعا الفيديو حق اليوم معنا فلوق الى النصب التذكاري حق قوات النخبة الحضرمية اللي سووه في منطقة فوه في ساحة العروض المساكن، عفوا مش المساكن، في المنصة. اتمنى تستمتعوا بالفيديو ولا تنسوا اللايك واشتراك في القناة وانشروا الفيديو في كل مكان. استمتعوا بالفيديو. طبعا عندنا هنا هذه اللوحات، يعني ترمز الاشياء في حضرموت، مثال هذه النخله، هذا درون الوعل او الوعل، وهذا خليه النحل. وبرضه هنا يعني باعتباره المسرح اللي بيتقوم فيه الفعاليات بهذه المناسبه، هناك الحضور زي ما تشوفوا الكراسي هناك، وهنا هنا بيكونون الحضور وهنا بتكون الفعاليه. سارت من هنا وهم يحملون نهج العقيدة للأمم.